السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم مرضوى زعفران مع فاطمة. كيف وعدتكم الفيديو ديال المسمن، يعني ملي حطيت الفيديو ديال الرفيسة قلت لكم احط لكم فيديو ديال المسمن. واحد المسمن كيف كتشوفوا معايا هنا كيجي مورق، مسمن اللي خفيف 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 بحال الريشة، مهوي من الداخل. هذا المسمن هذا كتجي به الرفيسة بنينة بزاف، كيجي خاوي من الوسط وخفيف بزاف. فقط تبعوا معايا الفيديو، غادي نعطيكم كاع النصائح باش تحصلوا على نفس النتيجه اللي كتشوفوا في الفيديو. فندوزوا ان شاء الله نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وغادي نبداو بسم الله هنا بالمقادير. هنا عندي كيلو ديال الدقيق او السميد الناعم او الفينو، يعني كيلو ديال الفينو، وعندي كيلو ديال الدقيق الابيض او لا الفورس. بالنسبه للكميه اللي درت انا هنا، درت كيلو كيلو، يعني المجموع ديال جوج كيلو ديال الدقيق، يعني دايره كميه اللي هي كثيره. هذه الكميه غادي ندير فيها نص خميشه ديال خميره الحلويات، اولا نديرو تقريبا واحد 4 غرام في هاد جوج كيلو. درتو مثلا المجموع ديال الخليط كيلو واحد، غادي نديرو 4 خنيشه، وانتم غادي كتنقصوا اولا غادي كتزيدوا على حسب الكميه ديال الطحين اللي نتوما دايرين. بغيتو دائما هي الاهم هو ان يكون قد الفينو قد الفورس. درتو زلافه د الفينو، ديروا زلافه د الفورس، غادي نغربلهم مزيان. بطبيعه الحال انا راه دايره هنا الفورس والفينو، يعني النوعيه اللي هي جيده ولا نوعيه ممتازه. كنخلطهم وكنضيف هنايا الملح حسب الذوق، صافي. ومن بعد غادي نجيب الماء اللي يكون دافي واحد شويه، ما يكونش سخون بزاف، وغادا نبدا كنخلط العجين ديالي. كيف كتشوفوا هنايا انا فضلت انني نخلطها بيدي في الاول باش نتحكم في القوام ديال العجينه. هنا العجينه ما خصهاش تكون عجينه اللي قاصحه، داكشي علاش انا ما بغيتش ندير هاد التعجين وعاد نبدا نزيد في الماء بشويه بشويه، تقدر تخرج لي عجينه اللي هي قاصحه، كيف تقدر يعني خرج العكس واحد العجينه اللي جاريه بزاف. العجينه هنا خاصها تكون عجينه اللي رطبه، كنأكد عجينه رطبه، ولكن ما تكونش كتلصق في اليدين نهائيا. علاش رطبه؟ باش تساعدنا في التوراق ويجي داك المسمن فيه دوك يعني بحال مهوي وفيه فقاعات من الداخل. هنا انايا كيف كتشوفوا معايا راني جمعت العجينه بيدي، غادي نقسمها على جوج لانها كثيره على العجانه. غادي ندير تقريبا جهد كيلو هو الاول يتدلك، والكيلو الاخر غادي نغطيه، ضروري نغطيه باش ما يعني باش ما يديرش القشره، نغطيه بالفيلم اليمونتير. وغادي نخلي هاد الكيلو ديال العجينه تقريبا يتدلك واحد المده تقريبا ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه، خصو يتدلك مزيان مزيان حتى كنحصلوا على هاد النتيجه. هادي عجينه اللي هي مطاطيه، وعجينه اللي هي يعني الا لاحظتوا غير من الشوفه غتبان لكم ان واحد العجينه اللي غادي تعطيكم الطوع في التوراق. يعني عجينه بغيت نقول لينه لينه، هذا هو يعني المصطلح اللي كنقلب عليه من الصباح، عجينه لينه. غادي نجمعها وغادي نغطيها بالفيلم اليمونتير، وغندير النص الثاني يتدلك. ملي كنسالي الدليك ديال العجينه كامله، هنا غادي نبدا كنقطع العجينه، وغادي نحطها في بلاطويات. غير هي هنا الحاجه اللي ناكد عليها بزاف بزاف هي الزيت. بالنسبه للزيت غادي تلاحظوا معايا ملي كنبدا هاد العمليه حتى كنسالي المسمن، كنحاول انني ندير لو مينيموم بوسيبل ديال الزيت، يعني اقل كميه ممكنه ديال الزيت اللي نقدر نخدم بها. ما كنديرش نهائيا الزبده ابدا في هاد المسمن ديال الرفيسه، غير كندهن يدي غير بشويه غير بشويه ديال الزيت، وكنبقى كنقطع حتى كنحس بيدي نشفت، وعاد كنزيد عاوتاني كندهنها غير واحد شويه، وغادي نبقى نقطع. المهم الكبر ديال هاد الكرات اولا هاد القطع ديال العجينه انا كنحاول نكبر على قد المقله اللي عندي، يعني ما غاديش نديرو صغيور لانه ماشي مسمن ديال دواز اتاي، فغادي نكبر على قد المقله ديالي. ومن بعد البلاطو اللي ساليته
كنغطيه مباشره، كندهنهم واحد شويه من الفوق الوجه ديالهم غير بواحد شويه الزيت، وكنغطيهم مباشره باش ما كيديروش ليا القشره، خصوصا الا كان الجو بارد، وكنخليهم يرتاحوا لو ماكسيموم. انا دائما كنبدا هذا المسمن في الصباح وكنقطعو كنغطيه وكنساه، كنخليه حتى كنساه لي شغالي واحد ساعه ساعتين قد ما خليته يرتاح قد ما يعطيكم الطوع. بالنسبه للتوراق كندهن سطح العمل اولا الطابله اولا شي حاجه اللي تكون كبيره، كندهن في الاول بالزيت، ومن بعد فقط كندهن يدي بشويه ديال الزيت، وكنبقى كنورق كنورق مزيان مزيان. ديما كنبدا التوراق من الوسط ديال المسمنه، وانا غادا الجناب، ملي كنوصل للجناب كنبقى نورقهم مزيان مزيان حتى كنحصل كيبدا يبان لي اولا سطح العمل، وكنحصل بحال الورقه ديال البسطيله في الرق ديالها. شوفوا معايا هنا ملي غادا نبغي نطوي المسمنه ما دهنتش نهائيا بالزيت، كيف قلت لكم راه كندير لو مينيموم ديال الزيت هكا، ما تجيكمش ديك الرفيسه، يعني كدير الحرقه في المعدة وداك المسمن يجي مزيت ويجي ثقيل بزاف. كنطويها طي عادي كيف كنطويو المسمن العادي، يعني كنطويوها على أربعة صافي. انا غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله، وفي نفس الوقت هنايا ضروري انكم تغطيو العجينه بالفيلم اليمونتير اولا بالبلاستيك باش تبقى طريه. هنا انايا غادا نبدا كنغطي فيها بالبلاستيك صافي، ومني كنسالي الكميه اللي عندي كامله كنبدا باول وحده اللي طويت غادا نبدا كنورقها. بالنسبه للتوراق راه دائما كيف قلت وكنعاود المهم كنأكد عليها، فقط كندهن يدي غير شويه، ما كنبقاش غير كنرش 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 في الزيت. وهنا مني كنكون كنورق شوفوا معايا المسمنه عامره فقاعات، يعني هذه هي النتيجه اللي خصكم تحصلوا عليها. ملي كنبدا نورق كيف لاحظتوا معايا كنركز مزيان مزيان على الجناب، ما خاصش يبقاو لي دوك القناة يعني غلاض اولا يعني غلاض صافي. هنايا كنبقى كيف غتلاحظوا انا كنورق والعجينه كدير الفقاعات كيف كتشوفوا، ميم الجناب هنايا لاحظتوا حتى هما دايرين الفقاعات، هذه هي العجينه اللي خاصكم تحصلوا عليها صافي. كنورق الوسط والجناب مزيان مزيان، كنحسوا بها في يدنا انها خفيفه ومطاطيه صافي. هنا كندير المقله تسخن على واحد على درجه حراره اللي هي متوسطه صافي، وغادا نبدا حتى كتسخن المقله وغادي نبداو كنطيبوا المسمن ديالنا. في الاول مني كنحطوا المسمنه كنرشوا قبل ما نحطوها غير بواحد شويه ديال الزيت، انا هنا شعلت الضوء وندمت ما بقاش كيبان مزيان. المهم كنرشوا المقله غير في الاول، ومن بعد ما كنبقاوش نرشوها كنحطوا المسمنه وكنقلبوها غير كتشويه كتبدا تشد كنقلبوها، وكنبقاو كندورو نقلبو ندورو نقلبو. هنا في هذه المرحله البنات المسمن ما كياخذش نهائيا وقت، غتجيكم هذه المرحله سريعه جدا، يعني خصكم تورقوا وحده وديروها في المقله وتمشيو بسرعه تورقوا الاخرى وتجيو تقابلوا هذه، لانها مسمنه خفيفه ما كتاخذش وقت بزاف في المقله. اهم حاجه هي تبقاو كدوروها وتقلبوها او ميم طون باش كتنفخ ليكم، هو راه اكيد الا تبعتوا هذه المراحل وهذه النصائح مسمن كيتنفخ في المقله وكيجي مورق كيف كتشوفوا هنايا في الفيديو، راه كل شيء كيبان قدام عينيكم. المهم ملي كتحمر فحال هكا من الجناب بجوج، انا كنخلي المسمن حتى كيتحمر من الجهات بجوج، ان فاش كيتحمر وكنسقيوه كتجي ديك الرفيسه بنينه. المهم انا هذا رايي الشخصي، انا كتجيني بنينه احسن من انني ندير المسمن بيض، ما كت يعني ما كتعجبنيش. المهم هذا الاذواق تختلف، ولكن تيقوني ملي كيكون المسمن محمر كتجي رفيسه بنينه مباشره. ملي كطيب كنحاولوا اننا نحلوها وهي في المقله، وهنا انا كندير هذه الطريقه هذه كنحلها كنزيد كنقلبها على المقله كتزيد انها كتنشف ديك المسمنه الا كان فيها شي شويه ديال الزيت يعني شي فائض ديال الزيت كنزيد كنشفها بديك الطريقه.
صافي هذه البنات. مهم انا دائما الا كانت كميه كثيره ديال المسمن كنصايبها بنهار او لا يومين قبل، ومني كنسالي عاد كنبدا كنقطعو مزيان، واما كنديرو في كنغطيه وكنديرو في الثلاجه. بغيتو تصايبوه بمده طويله مثلا اسبوع قبل، راه كديروه في كتغطيه وكديروه في بواطات وكديروه في الكونجيلاتور حتى كتبغيوه كتجبدوه. انا ملي كنبغي نصايب الرفيسه كنديرو في لاطه وكندخلو يتحمر نيشان مع الدجاج ديال الرفيسه. ملي كندخلو كنحمرو هنا كيكون سهل الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. نتسنى الاراء ديالكم في الاسفل. نقول لكم شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. بسلام عليكم.